الأستاذ العظيم ها العقوبة الرائع حبيب قلبي فاكهة الكرة السعودية وفاكهة البرنامج الأستاذ العظيم الأستاذ والصحفي الكبير يا لطيف المخضرم الأستاذ بدر جمال عارف. إذا أنا الفاكهة أنت إيش تكون؟ أنت إيش؟ ليش متأخر؟ أنا متأخر أنت بالعينة سويت عقوبة عارف الحركات أنا سويت ربع ساعة الفاصل عشان لا المفروض تيجي قبل الحلقة صح صح إيه؟ صح بس أنا متأخرت عشان في زحمة في الطريق أول شيء وأنا أعمل حسابة الويكند المفروض بس أنت سويت عقوبة ربع ساعة الفاصل إيه؟ عشان توري إني أنا هذه أسوي العقوبة ربع ساعة ما أطلعه مش مشكلة بالعكس أنا كذا لما نسوي العقوبة هذه يعني خففت علي إيش أيه. وطأت العقوبة اللي كانت ممكن تكون إيش أيه. كان الحلقة كلها ما طلعت لا 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 مش الحلقة كلها كان ما في جمال عارف في البرنامج يا لطيف أيه. يا لطيف وعشان كذا لو أنت ما في جمال عارف في البرنامج أنت إيش حتسوي مين عايشوف البرنامج يا عمي من غير جمال عارف ولا حد عايشوفنا لا 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 بالعكس أول شيء أمس عليك أبو بدر والمشاهدين والمشاهدات المشاهدين والمستمعات والمستمعين وعلى زميلنا أبو راكان الأستاذ طارق كيالي اللي نورنا اليوم طبعاً. الحقيقة وجوده إضافة للبرنامج عارف أنت لما أشوفكم أنتم الاثنين بصراحة كابتن طارق كيالي وجمال أحس أني في جدة صراحة كلام جداوي كذا ناقص كذا شوية منتو شوية يغبو يعني إيش يعني جدة فيها بس بالبنتو مين قال لك الكلام فيها أحلاك لا 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 ونجيب له شوية بليلة ها وجرتون لا 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 بس ونطلع بعمم عارف عشان تكمل وبرضه أمسي على زميلنا الأخ طارق النوفل من الرياض كويس ذكرت أول مرة يمكن ألتقي معاه في البرنامج ولا ما أدري يعني يا شيخ كبرت يلا المهم مو مشكلة على العموم هو إضافة للبرنامج برضو متأكد؟ والحق لا متأكد تماما ليش؟ لأنه طارق النوفل حتى وإن كان يعني مثلا الناس بعض الناس يقولوا يعني على الأهلي شوية لكن في النهاية هذا رأيه يحترم في أي مجال إن كان رأيه يحترم وانا مثلا يقولوا عليه على الاهلي شويه مش ممكن انت دخلت الاهلي في الموضوع انا داري يا اخي سبحان الله